يما البنات سبعة وأقول قليلات يما البنات شو قولي ماما؟ قولي ماما ايش عندي بالباب؟ عنده ضيم ضيم. تعال حبيبي تعال عندي ايه مشاكل ايش فيك صاير؟ شنو الضيم شكو؟ شكو صغير حبيبتي شو وجهي صاير وجهي تشلب اصفر. يا الله خالقني تشلب ولا هاي العيشه الطايحه ظهر. شكو حبيبتي فوفا انا مو اختك احكي لي شكو صاير. والله يا توتر رشدي يدور مشاكل 24 ساعه نقرا 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 نقرا. ايش بيش دبكت نقرا 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 هسه نقرا لو ما نقرا. اي خطيه نقرا بيده ودون المستشفى وبالقوه لقوا له علاج. لا والله خطيه والله ولا يستاهل. اقول لك احنا علي من دنا شيء ايش مدرين انت قلت نقرا يا معوده هسه عوفينا من هاي السالفه ما نقرا سالفته شنو صاير. والله رجل توته يدور عارك 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 اهو ما يعوف هاي سالفته مال عرق بعد يشرب. لا ولك ايش مالك اقول لك عارك عارك مو عرق. اهو بعد على المشاكل زين ايش صاير بيناتكم شنو شاد وياي 24 ساعة عارك عارك وعارك وتعرفين انت مو تعرفين شنو السبب؟ شنو السبب شكو؟ يعني توتة معقولة ما تعرفين شنو السبب؟ اي والله ما اعرفه شنو السبب؟ تعرفين؟ والله ما اعرفه. والله العظيم تعرفين السبب. يابا والله ما اعرفه. لا تعرفين؟ والله ما اعرفه شبيك؟ لا والله تعرفين. والله ما اعرفه. والله العظيم تعرفين. فوفا ما اعرفه والله. والحسين تعرفين. وش والله ما اعرفه. والقرآن الكريم تعرفين. وش والله ما اعرفه. والله العظيم ما اعرفه. ما اعرفه اقول لك ما اعرفه. والله تعرفين. ما اعرفه. تعرفين ما اعرفه. اقول لك ما اعرفه. اخ عيني اخ توت اخ. في شك فوفا خلي تفاهم اخوي. باعي باعي. فهمت شو باعي على ايدي على عيني شو اليسرى. ما اعرفه. كم شايف. أغاني. يلا قل لي شنو السبب؟ السبب؟ ليه ما جيب جهال؟ ليه ما عدنا جهال السبب؟ قبر حتى قبر عبالي سبب بيحظ هاي مو جهال هنا أنا أختك مو غريب عليك حملة وخذي. شنو حملة وخذي؟ غير جهال الذولة شنو حملة وخذي؟ ماكو فرق بيناتنا انت سامع أبو المثل شو يقول؟ يقول مرات الأب والد. شنو الأب والد؟ كان أبو أم؟ لا مو هيك قصدي بس احنا خوات وان شاء الله ماكو فرق بيناتنا اثنيننا بطن وحده. شلون بطن وحده انت مريضه ايش بيك؟ مو اكو ان شاء الله انا وياك جيب واحد واكو ان شاء الله نعيش ببيت واحد هاي من عندي جديده انا وياك بطن وحده. توت لا تضلين تسولفين سوالف خرابيط شوفي لي حل. شو اشوف لك من حل يعني شو اشوف لك فوفا خلي افكر لك بحل. بين ما تفكرين اطلب من عندك طلب. شنو الطلب طلبي؟ توتة اريدك تطلعيني من الاستقبال وتخليني يم الجهال، اريد احس بالاموميه، اريد احس هم ذولا اطفالي، حبابه توتة اطلع شويه. يعني شنو اطلع شبيك؟ اريد ابقى يم الجهال، ادي العب وياهم، ادي احس هم جهالي. خطيه والله، والله قهرتيني. يلا راح اخليك خمس دقائق يم الجهال ولعبوا وياهم، حس بين انت عند الجهال ذولا جهالك، لا تحسين نفسك غريبه. يلا راح اطلع. يلا راح ابقيكم من خمس دقائق وين سخالتكم باعوا لي كلكم خالتكم خطيه محرومه ما شايف الجهال ما عندي جهال قوموا كلكم مرسوعه اقول جبنه مرسوعه ما اوصيكم فرون فرون بعد
مسوي زورقي الزوري ولاعبين مشققين ملابسك هاي هم ونسي هاي متعه لا يعرفها الا القليل ولك يا متعه شو مسوين بيك وتقولين كل هذا تقولي الجهال حلوين يا حلوين بعد شو مسوين هاي نعمه ولد ولك يا نعمه وش هاي نقمه انا يوميا مثلك انسحل 1000 سحل انسحل باليوم مو بس هاي ملابسك كلها شققت توته اريد تشوفي لي حل راح اطلق شوفي لي حل حبيبتي فوفا الحل موجود لقيت لك حل عافية توتة قلي لي شنو هو الحل اريد اعوف المشاكل قلي لي شنو هو الحل الحل لقيته تقلي لي انا حامل ها يعني انت حامل لا ولك انا مو حامل على اساس انت حامل تروحين هسه رجلك تقلي لي انا حامل بس شلون انا مو حامل اعرف انت مو حامل كذبي عليه بكذب هاي 19 استحق سياره حاشد الفصيل يموت الله ياخذه والله يا توتي هاي خوش فكرة بس شلون هاي اذا ورا 19 وما مات شلون بيها وعرفني مو حامل كل شي ببغته حلو حبيبتي من ذاك الوقت الله كريم بس توتي ما اقدر اقنع وحدي بلكت الله انت تجين وياه تقنعين ما عليك انا اجي وياك وانا احكي وياه واخليه يصدق لان ادري بيه هو ما يثق بيش راشد يلا ما شاء الله قوم مثل العبامات كان ذيك عبات وياك ما عليك شلون اخوي؟ اهلا وسهلا الحمد لله بخير اذا انت بخير انت شلونك اخبارك؟ الحمد لله احنا بخير زينات وعايشين بهاي الدنيا وانا جيت اليوم جبت لك مرتك هاي الحلوه البريئه الطفله الناشكه اي صحيح اهلا وسهلا عين عوف هذا وجهك المقلوب عوف هاي السوالف هاي ام جهالك اقصد ولو ما على جهال بس هاي ام بيتك يعني ام مستقبلك اي صح هالشي توتا تفتهمين انت ومو بس هذا وراح اثبت لك شلون انا افتهم الاثبات انا جبت لك مرتك على مدى فرحك وراح ازعل منك وثاني شي عندي بشاره لك راح تفرحك انت وتفرح عائلتكم كلها هسه مرتي عرفناها جبتيها البشارة تفرحنا وتفرح عائلتي شنو يا بالله البشارة مرتك حامل مرتي حامل؟ اي صحيح مرتك حامل شنو ما مصدق؟ ما اخذها بالعيال الصغيرة؟ شنو مو مال قبالك هاي؟ يعني صدق حامل؟ اي حامل والله العظيم حامل والقرآن حامل دا اقول لك حامل كلام صدق لو كذب؟ اي حامل ومرتك انا بيدي اخذتها الارقى دكتورة موجودة بكربلاء
وحللتها وطلعت حامل، وحتى الدكتورة قالت لي راوش نوع الجنين، الجنين بنية ولا ولد؟ قلت لها لا مو هسه، بعد وقت، بعد يعني بعد مرور وقت. لا والله. وفوق كل هذا رحت ثلاث دكتورات بعد، قلت هاي خاف الدكتورة تحكي كذب لو هاي، فرحت ثلاث دكتورات بعد وهم فحصنها وهم طلعت حامل، والمصاريف كلها من عندي، كل تحليل تحلله ب 35,000 وطلعت مرتك حامل 100%. فوفا صدق جاي تحكي توتي؟ اي حامل حامل انا، دكسر عيون الشماته اللي قالوا علي ما تحبل، على عنادهم عني هذا عني. ميتين من الحرايه. زين شلون حامل وانا الصوش من عندي يعني؟ اي الصوش منك صحيح، لان 24 ساعه محاربها، ما تخليها ترتاح، ما تخليها تقعد ببيتها، ما مرتاحه بحياتها ابد. شفت توتي؟ جاي يعترف على نفسه، شو هو الغلطان؟ من شهد شهد نفسه وقتل نفسه. وش مو يجوز شو سويت انت؟ وش قلت من شهد شهادة من اهله حلقت له. مو هيك قصدي، يعني بس بهاي الامور مال الاطفال وهاي الصوت مني يعني. يعني شلون الصوت منك؟ توتي انا عقيم، يعني الصوت مو من فوق، الصوت مني انا عقيم. عقيم؟ عقيم؟ ايه انا عقيم. الطفل مين يجي؟ فوف الطفل مين يجي؟ مين يجي الطفل؟ مين يجي الطفل؟ أنا عقيم. مين يجي الطفل؟ والله من تبقات أنا. شو من تبقات؟ والله العظيم من تبقات. يخونيني؟ يخونيني؟ مين من تبقات؟ والله العظيم من تبقات.